بسم الله الرحمن الرحيم تفوز هذاك الجماهير هذا، والحمد لله مشينا عازمين باش نحققوا واحد النتيجه ايجابيه. الحمد لله تشالينا ذلك، حققنا واحد النتيجه اللي هي مرضيه، جبنا كاليفيكاسيون من واحد المدينه اللي هي صعيبه، دوزنا حرب ماشي مقابله، والحمد لله ربي ما خيبناش، جبنا كاليفيكاسيون. نساو هاد الفرحه هادي ونفكروا في اللقب بطوله وطنيه ان شاء الله. اهم حاجه هو فرحنا الجماهير ولا الشعب المغربي اللي كان ساندنا وباغينا اننا نتاهلوا. الحمد لله على التاهل هذا، ان شاء الله نحاولوا نساو التاهل هذا ان شاء الله، ونفكروا في مقابلات ديال البطوله اللي تابعينها ان شاء الله. يعني ومن طبيعه الحال يعني تتعرف الطقوس الافريقيه ولا الاجواء الافريقيه ما تكونش بالسهل، يعني تكون واحد شويه ديال الضغط، ولكن هذا مناش من الهزيمه ديال اللاعبين ولا الروح القتاليه. الحمد لله جبنا التاهل وكنا رجال وفرحنا جماهير الوداد ديال اللي ساندتنا، هذا هو المهم. ماشي اول مره غنتاهلوا العصبه ولا غنتاهلوا العالميه، احنا ديجا العالميه كنا تنضلوا هنا في كاس محمد الخامس يا مات البارسا البوكا، وزيدوا ديناها بواحد الوقت، وحنا عندنا تاريخ الحمد لله. وغير احنا الانجاز اللي درنا اليوم اللي حسابين به هو اننا قصينا فريق اللي هو مدي اللقب ثلاثه المرات، وهو اقوى فريق افريقيا، وما عمرش فريق افريقي ولا عربي قصاه في لو مونباشي الا الوداد بالدوري. الحمد لله وهنيئا لكل ودادي وكل وداديه، وهذا فخر لنا والمغاربه كاملين، الوداد وداد الامه، وكانوا عندنا رجال واكدوا هذا الشيء في الادغال. يعني ماشي بالسهل تجيب من ملعب الظلم هذا الشيء، كنسميه ملعب الظلم لانهم كيلعبوا بالتحكيم باي حاجه مخالفه للكره، والحمد لله كانوا رجال ووقفوا وفرحونا وكانوا عند الكلمه، وان شاء الله مازال الخير قدام، وان شاء الله مازال غنكملوها في البطوله ان شاء الله 19 والعصبه ان شاء الله. وهذا الشيء ما غريبش على الوداد، ودينا وداد.